تعالى بفضل الله ونعمته وجهود المعتصمين الأبطال جاءت ردود إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضا. فبعد أن أوجه الشكر لهم أدعوهم لوقفة حادة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم لتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد. فتعالوا إلى كلمة سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة. فالعراق بحاجة إلى الأفعال لا الأقوال، والشعب يصبو إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة لم يعد الصبر عليها محمودا. وليعلم الجميع إن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق، فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة. فاستمروا أيها الأحبة على تحقيق المطالب، وأنا معكم أيها الشعب الأمير الضيم كإمامه الحسين. نعم، بات حل البرلمان مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا، والله ولي التوفيق وناصر المصلحين، فالله لا يحب الفساد. مقتضى الصدر.